السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة ده الفيديو رقم 3 في كورس العقيدة. زي ما تعودنا خدنا قبل كده اسم الله الأحد، وخدنا اسم الله الخالق the creator. النهاردة إن شاء الله هناخد الله is the giver of life chapter 3. الله is the giver of life. الله is the giver of life يعني الله المحيي، هو المحيي هو المميت، تمام، سبحانه وتعالى. بيقول لي هنا سؤال: Where does a chicken come from? Where؟ احنا قلنا الكورس ده مهم جدا، بيعلم الطفل العقيده، وفي نفس الوقت لو انا هقرا الجمل، وكمان هنا في قواعد وفي كل حاجه. زي ما احنا قلنا احنا الاجانب بيدرسوا اللغه كده بموضوعات مختلفه عشان الطفل يحب الانجليش، مش اقول له القاعده Where بيجي وراها ما اعرفش does، وبعدين الاسم المفرد وسال عنه، وبعدين بقيه الجمله. هم ما بيشتغلوش كده خالص. Where does a chicken come from? Where ساعه المكان طبعا، does عشان الفرخه ديت مفرد، come from منين بتيجي الفرخه، it comes from an egg. It comes from an egg. طبعا ليه حطينا an؟ لان الايج بتبتدي بصوت vowel، صوت مش حرف. comes ليه حطينا اس؟ ده present simple، مضارع بسيط، دي حقيقه بتكلم فيها. يبقى where does chicken come from? It comes from an egg. يعني النهارده هنتكلم شويه في القواعد مع العقيد، يعني هنتكلم انجلش شويه وكمان هنشرح شويه عقيد. يبقى where does the chicken come from؟ هنا it comes from an egg. تمام، بتيجي من فين؟ الفرخه بتيجي من البيضه، البيضه بتكبر ويطلع منها كتكوت. طيب where does an egg come from؟ where does an egg come from؟ منين بيجي بتيجي البيضه؟ it comes from a hen. It comes from a hen. بتيجي من فين؟ من الفرخه. يعني ايه ده الفزوره دي ولا ايه؟ الفرخه بتيجي من البيضه وبيض من الفرخه. تعال نكمل ونشوف ايه قصه الله المحيي. زي ما شايفين الفرخه والبيضه اهي. طب بيقول لي where does a hen come from؟ طب الفرخه بتيجي منين؟ اللي احنا بنطلع منها البيض. الله made it out of nothing. ده المهم جدا جدا. الله خلقها واوجدها من العدم. واحنا قلنا الصفه ديت من صفات الله سبحانه وتعالى، مش موجوده عند اي حد خالص على ظهر الكون، هي الانشاء او الخلق. الله made it out of nothing، ربنا خلقها من لا شيء. طيب نمبر 2 او بعد كده بيقول لي where do you find an apple fruit؟ where do you find an apple fruit؟ انت برضو وي وتسع المكان. طب ليه هنا حطينا دو مش داز؟ عشان كلمه فروت كلمه جمع، نستخدم دو مع مع الجمع، تمام، وداز مع المفرد. Where do you find an apple fruit؟ تمام، بتلاقي التفاح فين؟ It grows on an apple tree، بيطلع من شجرة التفاح. بنجيب التفاح منين؟ من شجرة التفاح، سهلة جدا. طب where does that apple tree come from؟ طب شجرة التفاح نفسها بتيجي منين؟ It comes from another apple tree، بتيجي من ايه؟ من شجرة تانية، بتفرع شجرة تانية. طب وبعدين يعني؟ طب where does that apple tree come from؟ منين بتيجي الشجره الثانيه؟ نيجي بقى هنا ايه؟ لكل حاجه لها نهايه. الله created it out of nothing، ربنا خلقها من لا شيء. هو الله المحيي، ربنا خلق الدنيا قلنا قبل كده من لا شيء، تمام؟ و سبحانه وتعالى هو المحيي، هو الخالق، هو الاحد. دول ثلاث اسماء اللي خدناهم دلوقتي. هنقرا تاني قطعه تاني. Where does a hen come from? Allah made it out of nothing. Where do you find an apple fruit? It grows on an apple tree. Where does that apple tree come from? It comes from another apple tree. Where does that apple tree come from? Allah created it out of nothing. كلمه قلنا كلمه of، الكلمه الوحيده في اللغه الانجليزيه بننطق فيها حرف الاف، of. Of مولش اوف. نكمل. الله is the giver of life. الله هو المحيي او معطي الحياه. طيب you can ask these questions about all things and try to give an answer. بيقول لك انت ممكن تسال كل الاسئله ديت وفي الاخر تمام تحاول تحط اجابه. This will show you that everything has a beginning. هذا will سوف show يوضح you ليك that أنه everything كل شيء has لديه a beginning. Beginning يعني بداية، أكيد كل حاجة لها بداية. أنت كطفل أو كطالب، مين اللي أوجدك؟ أو مين أنت جاي منين؟ ماما اللي خلفتني، تمام؟
وبعد كده ماما تيتا، وبعد تيتا تيت، وفي الاخر هنلاقي اصل في الاخر ان فيه في الاخر بدايه، لازم يكون في بدايه. But not so with Allah، لكن الله ليس كذلك، كل حاجه ليها ايه؟ ليها بدايه. تاني، you can ask these questions about all things and try to give an answer. This will show you that everything has beginning and that everything also has an end. كل شيء له بدايه ونهايه. انت هتعيش في الدنيا، احنا هنعيش في الدنيا بابا ماما جد وتيتا سنه 2 10 50 60 70 80 100، لكن في الاخر كلنا الى الله راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. كلنا بعد ما نخلص مهمتنا في الحياه دي هنروح لربنا تاني، تمام؟ But لكن not so with Allah، لكن ده ما بينطبقش على الله سبحانه وتعالى، ليس له بدايه وليس له نهايه، هو الاول بلا ابتداء وهو الاخر بلا انتهاء، هو الظاهر فلا شيء دونه، وهو الباطن فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه. He has no beginning, he has no end. هنا استخدمنا لفظ الجلاله او استخدمنا السبجكت هي، تمام، مع ربنا. He has no beginning، هو ما عندوش، ربنا ليس له بدايه. He has no end، وليس له نهايه. الله is the living one، الله هو ايه؟ هو واحد بس. الله is the giver of life، الله هو معطي الحياه لكل الناس، مش لكل الناس بس، ربنا معطي الحياه لينا، والانسان، الحيوان، النبات، اي حاجه في الدنيا كلها ربنا هو اللي معطي لها الايه؟ الحياه، وقادر في لحظه واحده ينهي كل ده. When you look at the sky، عندما أنت تنظر إلى السماء، the sun، الشمس، the moon، القمر، and the stars، زي ما احنا شايفين، we use the comma when we write the list. يعني إيه؟ احنا خدناها في المنهج، احنا بنستخدم الكومة لما نيجي نكتب list. هو هنا إيه؟ sky، وبعدين comma، وبعدين the moon، آخر حاجة بحط قبلها and، لكن قبل and لازم نحط comma قبلها هنا، لكن هو مش حاططها. The stars، whom do you think of؟ مين اللي خلق ده؟ بيقول لك فكر كده، لما تبص للسماء فوق وتبص للشمس والقمر، الحاجات دي كلها، الشمس اللي هي تساوي الارض اكتر من مليون مره، لو جبنا مليون ارض وحطيناها في الشمس، الشمس هتسعها، والقمر اللي بيطلع وبيختفي، تمام، والنجوم، مين اللي خلق الحاجات دي كلها؟ ها فكر كده، شغل دماغك، خد بالك عباده التفكر او التامل في الكون دي عباده، تمام. When you see the trees، عندما تنظر إلى الأشجار، and mountains، الجبال، birds، طيور، and animals، والحيوانات، fish، سمك، and oceans، المحيطات، whom do you think of؟ مين برضو فكر، مين اللي عملهم؟ أنت من وجهة نظرك، مين اللي خلقهم؟ مين اللي أوجد الجبال والأنهار والمحيطات والحيوانات والأسماك والطيور؟ هو مين؟ الله giver life، الله giver of life، ربنا هو اللي هو اللي معطي الحياه لكل شيء. طيب نكمل. الله is the giver of life، بيقول لي الله created ادم، ربنا خلق سيدنا مين؟ طبعا هو ابو البشريه كلها، سيدنا ادم هو اول واحد ربنا خلقه. ادم was different from animals and plants in many ways، بيقول لي خد بالك الكرسي للاطفال، انت لو واحد كبير تقول طب انا عارف، لا الكرسي للاطفال، بيقول لي ادم، سيدنا ادم was، كان مختلف عن الحيوانات والنباتات، many ways، في كثير من الايه؟ من الطرق، سواء تفكير او اكل او شرب. تعال نكمل. ادم ووز امان، ادم كان، سيدنا ادم ماله؟ رجل. هي ووز ذا فيرست مان، هو اول رجل ربنا خلقه على البشريه، يبقى دي معلومات لازم ابنك يعرفها، تمام. هي ووز ذا فيرست مان، هو كان الرجل الاول اللي ربنا خلقه. ذا انيمالز اند بلانتس كان نوت ثينك ذا واي وي كام، الحيوانات ها والطيور والنباتات ما تفكر، ما تقدرش تفكر زي ما احنا بنفكر، تمام. احنا ربنا ميز الانسان بالعقل، وربنا ما ميزكش بالعقل عشان تفضل تقول ان انا احسن واحد في الارض، لا، ربنا جعلك خليفه فين؟ في الارض. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون. زي ما قلنا ربنا جعل الانسان خليفه وميزك بالعقل، ليه؟ لمهمه التكليف،
يعني ايه؟ يعني الاسد في حيوانات ما هو اقوى منك زي الاسد زي الحوت، وفي ما هو اذكى منك زي الثعلب، وفي ما هو من انظم منك في حياته زي النمل، وفي هو من هو اجمل منك. عندك مخلوقات كتير بتلاقيها على الفيس صور قطط وحاجات اجمل منك. فربنا مش ميزك بالعقل عشان تتباهى، لا، عشان انت ليك هنا مهمه في الدنيا. ها، كنت خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تنهى عن المنكر لو شايفه قدامك، لو بلسانك حتى، بايدك، لو بقلبك تزعل حتى، وذلك اضعف الايمان. وكمان تامر بالمعروف لو حد بيعمل حاجه وحشه، لازم يكون ليك دور في المجتمع وتغيره. انت كطفل او كطالب ليك دور، او كبني ادم. يبقى ادم was a man. He was the first man. The animals and plants cannot think the way we can. الحيوانات ما بتفكرش نفس تفكير. يبقى ربنا كلفك بمهمة الخليفة في الأرض. ليه؟ تصلح في الأرض، تمام؟ they cannot talk. الحيوانات دي والطيور الحاجات دي ما بتعرفش تتكلم، أنت بتعرف تتكلم. يبقى ربنا ميزك ولا ما ميزكش؟ ميزك طبعًا. But Adam could do these things. لكن سيدنا آدم وإحنا من نسله بنعرف نتكلم ونشرب ونفكر و و و. الله gave him the gift of speech. الله إدى آدم هدية أو منحة الكلام، لكن ما اداش ده لمين؟ ما اداش ده للحيوانات. طيب he gave him the gift of mind to think with. اداله كمان نعمه العقل عشان يفكر بيه. ليه؟ عشان يكون خليفه ربنا في الارض، يعمر في الارض، ينصح في الارض، تمام؟ يعني يكون ليه دور فعال في الارض. الله is the giver of life، تمام؟ طيب نكمل. بيقول له who made the whole world. كلمه whole هي معناها خدناها في الماث واحد صحيح، هنا معناها العالم ككله. مين اللي انشا العالم ده او خلق العالم ده؟ الله made the beautiful earth. ربنا هو اللي خلق الارض دي. earth اسمها كده، earth مش earth، earth. الله made the beautiful earth. he filled the earth with many beautiful things. كلمه filled صرفت من كلمه fill، هو ملأ الارض ب الأشياء الجميلة. يعني عمل لنا بحار، عمل لنا أنهار، عمل لنا محيطات، إدانا الأشجار، وإدانا حاجات كتير جدا 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 في حياتنا عشان إيه؟ عشان نعيش، تمام؟ سخر لنا الكون. طيب هنا بيقول لي complete the following sentence. كده الدرس خلص. خلاص أشرح لابني عن إيه؟ الله المحيي. وزي ما إحنا قلنا بالطريقة دي، وخليه يركز القصة ديت أو الشابتر ده. everything has طبعا beginning، everything has an end but not so with Allah. Allah is the giving of the giver of life. Allah is the Allah the life the living living one. Answer the following question. Write down three things you can do but plants cannot. بقول هنا اكتب ثلاث جمل انت بتعملهم لكن النباتات ما بتعرفش تعملهم، تمام؟ وهنا برضو ده سؤال او ده اكسرسايز على ايه؟ على الدرس. اسال ابنك قول لي ها كثرت حاجات بتعمليهم والنبات ما بتعملهمش. I can think انا ممكن افكر. نمبر 2 I can talk انا ممكن اتحدث او اتكلم. نمبر 3 I can walk. ما حدش بقى يجي يقول لي I can مثلا eat، ما هو النبات بتاكل وبتشرب. I can breathe برضه النبات بتتنفس، تمام؟ هتاخدها ان شاء الله في العلوم بعد كده. طيب who has given you these gifts؟ مين اداك كل النعم ديت؟ الله. color the following. Allah is the giver of life. chapter 4 ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله هيكون عن Allah is all hearing. الله السميع، بيسمعنا كلنا. في لو قفلت على نفسك الاوضه كده وقلت ما حدش شايفني وسمعني واتكلمت، ربنا هو اللي ايه؟ السميع. لا تنسى الله. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.